يقعدوا ينامونا هون؟ يعني شو كنت مفكر؟ حياخذونا اجنحه بالشيرتون ولا بالمرديا؟ انا ما عم صدق اللي صار. اكيد هي فعايه جاده الحقير. بسيطه شباب بسيطه ولا يهمكم، هي ليله بدها تمضى مثل ما فتنا بنطلع. بما انهم اخذونا بالمكف الغنيه شو رايك نكفيها هون؟ هون؟ هون هون شو المشكله؟ ملكي ما سمحوا لنا اخي بس يمنعونا بنوقف. يلا خلونا هون. كل العالم خدمونا احنا كل العالم بدنا نسوي كذا. يا هلا مالك برو؟ شوفت عينك. أنا نقلت امبارح الكازينو من بيتكم لهون. كازينو حضرة الضابط؟ مش عيبنا ارتستات؟ آسف على التعبير. نحن بنقدم فن. مو هالشيك بالشيك، مثل عم يطلع اليوم بالتلفزيونات. هلا هذا اللي كنت عم تعملوه امبارح فن؟ عفوا حضرة الضابط، أنت ما بتحب الموسيقى؟ في عائل ما بحب الموسيقى؟ وبتعرف أنواع الموسيقى؟ مثل ما أنتم بتعرفوا أكيد لا. بس برأيكم هي الموسيقى اللي سمعناها لما داهمنا البيت؟ هي أرقى أنواع الموسيقى. هاي لون بيسموه المتل، صحيح بيعزفوه مجموعة بتسمي حالها عبد الشيطان، بس موسيقانا وعزفنا مختلفين تماما، والأهم إنه نحن مو مثلهم. عموما أنا مو جاي ناقشكم بالموسيقى، بس سيادة اللواء حابب أشوف خمسة منكم. أنت يا تامر أول واحد. وأنت 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 وأنت. الحقوني لشوف. تفضل. سمع ضباط، خلال ربع ساعة بيكون كلهم موجودين بقاعة الاجتماع. المجموعة اللي عندك خليهم يدخلوا. احترامي سيدي. في حدا منكم بيعرفني؟ قالوا لنا انه بده يشوفكم المعلم، بس ما سبق وتشرفنا بمعرفتك. اي معلم ما بتستعمله هون، تستعمله برا، هون ما في معلم، هون في ضابط. نعرف سياده الضابط، بس باي حق بياخذوا موبايلاتنا؟ ما بيخلونا نحكي مع اهالينا. هلا انتو في لكم اهل؟ لكن بلا اهل سيادة الضابط؟ تأدب يا ولد! انا مو ولد حضرة الضابط! واذا كان في لكم اهل، كيف بسمحوا لكم تلبسوا هالملابس؟ ولا هيك صارت الموضة ببلدنا؟ ليكون احنا عايشين بامريكا او بسوهو او ببيغال، ونحن ما عندنا خبر. لا سيدي، نحن عايشين بهي البلد، الشام. نحن عندنا بالشام بلبسوا هيك ملابس؟ بيطولوا شعرهم بشكل انه ما نقدر نفرق بين البنت والصبي، وبيلطخوا اجسامهم بالاوشام. هيك اهل بلدنا؟ سيدي هي لها علاقه بالحريه الشخصيه، يعني طالما ما بنأذي حدا ولو في قانون بيمنعنا نلبس هيك كنا التزمنا فيه. نحن بنعرف واجباتنا تجاه بلدنا. نحن مو عبده الشيطان سياده اللواء. بعدين في حدا عاقل بيعبد الشيطان اللي هو اشر خلق الله؟ ونحن عاقلين؟ وانتم لو بتعرفوا هذا الشيء ما كنتوا جبتونا لهون بهي الطريقه. يعني جيتكم لهون هدرة كرامتكم؟ نعم حضرة الضابط. اللي عم تحكي ما هو عقيد، والعقيد بيقولوا له سيادة العقيد مو حضرة الضابط. آسف سيادة العقيد. لكن قلتولي انه انتو مو عبدة الشيطان، لكن مين انتو؟
نحن شباب عايشين بشرفنا وكرامتنا، نعرف اللي قلنا واللي علينا، يعني مثل اي اعضاء نافين بالمجتمع. ويا ريت يا سيارة اللواء يعني بعد اذنك تقلنا ارتاحوا، لانه اجسامنا تكسرت من القعده اللي قعدتونا اياها. يا ترى هي اسمها جرأة ولا وقاحة يا تامر؟ فضل ارتاحوا. انتوا اذا ما كنتوا من عبدة الشيطان اكيد بتعرفون. نحن ما بنعرفهم سيدي، بس بنسمع عنهم. يعني نحن ببلدنا في عبدة شيطان؟ على حد علمنا لا سيدي، وانا واثق من كلامي. بس انتوا عم تمارسوا نفس طقوسهم. ابدا سيدي، نحن ممكن عم نعزف نفس لون الموسيقى، بس الكلام بيختلف واللحن بيختلف، ونحن بنختلف. سيدي جمالي عم تحكي عنا ما لا دين، نحن قلنا دين. في منا مسيحية وفي منا اسلام، نحن اخوة عنا مبادئ وقيم، وفيك تختبرني. انت شو بتشتغل؟ تفضل. انا سيدي عندي محل سيديات، بشتغل فيه طول النهار للساعة 9 و10، وبالليل بحب اسمع موسيقى مع رفقاتي. وانت؟ انا عندي مطعم كبير بشتغل فيه من الصبح للمساء، واحيانا ببرم لعند الشباب بسمع موسيقى. وانت؟ انا حلاق نسواني سيدي، وصالوني معروف كل الشام. يعني شغل بالنهار ورقص وغني بالليل. تماما سيدي. انت؟ عندي محل قطع سيارات بشارع بغداد، ومشارك واحد بمحل شاورما. اكيد هذا شغلكم؟ فيك تسأل سيدي، واذا طلعنا كذابين اعتبرنا من عبدة الشيطان. طبعا نحن رح نسأل حتى نتأكد. على كل حال بوقت الحاضر انا في عندي اجتماع، لكن يبدو ان جلستنا رح تطول. سيادة العقيد خليهم يرتاحوا وشربهم شيء لبين ما ارجع. واذا في فطور بيكون احسن. فطور؟ ليش لهلا ما فطرتوا؟ ما حدا جاب لنا شيء، لا نحن ولا رفعاتنا المحجوزين تحت. لا لا، معناتها خليهم ينزلوا على حجرة الحجز، خليهم يفطروا مع رفقاتهم. حاضر سيدي. يعطيكم العافية، تفضلوا. يا وسام، هدول الشباب اذا كانوا فعلا مثل ما عم بيقولوا، معناتها نحن ما في عنا شيء ضدهم ولا في شيء بيستوجب اعتقالهم. يعني صدقت كل شيء قالوه سياده اللواء؟ ما في اسهل من انه نتاكد اذا كانوا عم يحكوا صحيح ولا عم يكذبوا. يعني برغم المنطق اللي عم يحكوا فيه، انا مالي موافق على سلوكهم، لكن شو بدنا نعمل؟ هي بتبقى ضمن الحريات الشخصيه. طيب وشو نعمل فيهم؟ خذ عنوان سكنهم وعنوان شغلهم، يعني كل المعلومات اللازمه، واطلق سراحهم بدون ما نتحرى عنهم. لك ليش عم اقول لك خذ المعلومات اللازمه؟ بعد اذنك سيدي، يعني في كم واحد انا مو عاجبني برايي اتركهم عنا لبين ما نتحرى عنهم. وانا كمان مو عاجبني. على كل حال هذول الشباب بيبقوا تحت ايدنا، وباي لحظه بنقدر نجيب اي واحد من بيناتهم. امرك سيدي. آسف يا نوال، مو أنا اللي برميكي هيك رمية، هذا غير سمعتهم اللي ممكن تأثر على سمعتي. عمران بركات يزوج بنته لهيبي؟ تامر ياسين لازم تنسيه. شوفي مين حبيبتي، مين بده يجينا بهذا الوقت؟ أبصر هذا عمو سمير. سمير؟ ايه سمير يلي شرطتي. أنا ما صدقت اللي سمعت اليوم، جاي أتأكد أفهم. لو سمحت هذا الموضوع ما بينحكى قدام البنات. لا يا ستي، هذا الموضوع بينحكى قدام أمي طلق إلا. وليش معصب عمو؟ قولي لهم، قولي لهم إنه بطلنا نتزوج. شو؟ بطلتوا؟ ليش؟ فوتي على غرفتك. خلود تركينا لحالنا شوي. لا خلود، خليك عمو خلود، ما عادت صغيرة. بس بتحكي بدون عصبية، وإلا بدي ولا شو؟ بتطلعيني برا؟ إن شاء الله حبيبتي. انتي روقي شوي، اهدي. تفضل عمو ارتاح. شو
قالوا لي بابا ليش بطلتوا تتزوجوا؟ أنا بقول لك عمو، عمتك طلع معها أنه عم تفكر بالزواج. سنين وأنا صابر عليها وعم استناها، سنين داست عليهم برجليها. شو عمي؟ أنا بقول لك حبيبتي، اليوم قالت لي بح، أنا ما فيني أساعدك. لأنه هي هي الحقيقة. لك مين شان الله؟ أنا الحقيقة هي؟ الحقيقة اللي ما بيعرفها غير أنت والله، وأنا ماني طالع من هون حتى أعرفها. بتعرفها؟ حاسة إنه زواجي بهالعمر غلطة ما لازم ارتكبها. لا يا ست سلمى، لا. هذا الانقلاب المريع بمشاعرك تجاهي معناته في إلنا في غموض مو حقيقة. أنت ما عم تصدق، لأنك ما بتهتم غير بحالك. شوف كيف معصب وعم ترجف. لك لأنه بعد اللي قلتي لي إياه، إذا بطلع هلا على البرندة وبرقص قدام العالم ما حدا يلومني. عمتو عدم المؤاخذة يعني، أنت شو اللي خلاك تغير رأيك؟ جاوبيها، جاوبيها بصراحة يا ست سلمى. أكثر من هيك صراحة؟ إيه؟ الصراحة اللي مخبيتيها عني. شو قصدك؟ قصدي إني مالي مقتنع بإنه عدم رغبتك بالزواج هي السبب. لكن بشو مقتنع؟ مقتنع إنه في رجال تاني بحياتك. لا لا، هيك بيقول الحديث بيناتنا انتهى للأبد. ولا تطلع من هون قبل ما تاخذ استقالتي لحتى ما أعود شوف الوش المريض. عمو مشان الله لا تعصب، خليك هادي. لك انا ما عم صدق. لك هاي سلمى لهالدرجه هي بتحبه؟ نيالك يا عمتي. لك قولي لهالدرجه بموت فيها. لك هاي سلمى، لك صارت بدمي بروحي، برحمة ابوك وامك، بتحب حدا غيري، في رجال تاني بحياتها خطبها ووافق عليه. لا وحياة الله يا عمو ما في حدا، كنت أنا أول وحدة بعرف، والله العظيم ما في حدا. مريضة شي؟ عم تتعالج عن شي دكتور نفساني؟ لك لك شو القصة؟ شو القصة؟ القصة إنه ما عاد بدي إياك، وإذا بتسمع بيوم من الأيام إني تزوجت واحد غيرك، اتصرف مثل ما بدك قدام زوجي. تفضل. بس أنت لساتك موظف في المؤسسة وعندك مهمة ولحد هلا ما انهيتيها، بس تنهيها قد ما استقالتك لحتى تكون كثير سعيد بالموافقة عليها.